بسم الله الرحمن الرحيم. البنية التحتية هذه تحتاج صراحة، احنا قمنا وهي كانت في نزول، وقمنا بما فيه كفاية من ردم ومن حفريات، ولا يوجد لدينا، اذا جبنا خزانات زي ما تشوف تلاحظ عشان نقوم بها للبناء، ومعانا صراحة جدا، ولكن لله الحمد ان احنا بنقوم بما في الكفايه. ولكن صراحه لنا في تخطيط بنيه تحتيه، ما في كهرباء لم تتوصل لنا حتى الان، بنيه تحتيه لم تتوجد صراحه. ان احنا في معانا جدا جدا، وشوف زي ما لاحظت حتى البيوت اللي بيني وبينها فرق، على ملاحظه امامي انها في نزول، وما زال زملائي كلهم الجيران في نزول وهبوط، ولكن الله يعيننا على ما احنا فيه. من صراحة جتنا منح أرضية صار نفرح فيها نحن، نكون بمسكن لعيالنا يوينا، لكن بما لاحظت الآن أمامك أنه يكون نزول سيء جدا، ولكن زي ما شفت أمامك أني قمت بردميات ثم قمت بحفريات وكلفت كثير. الآن حتى الآن في كذا ردميات حوالي 18,000 ريال. مستفيدين مخطط المملكة محافظة الدر، بصراحة يوجد في معاناة، لا خطط غير مكتمل صراحة، لا يوجد بنية تحتية صراحة كما تلاحظون يعني، والمخطط يفتقر يعني جزء من الصرف الصحي ومن شبكة المياه،